كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تحركات لحل مشكلة ازدواجية رواتب بعض المستفيدين من المعين المتفرغ الحاصلين أيضاً على راتب إعانة اجتماعية وفي مقدمتهم شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة. وقال وكيل الوزارة إن وزارته ستخاطب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص استرداد الأموال للمستفيدين من ذوي الإعاقة الذين لديهم راتب إعانة اجتماعية. وتقديم مقترح لاطفاء الديون التي بذمتهم من اجل استحصال قرار بهذا الشان من خلال المده المقبله اضافه الى التحرك نحو عدم قطع راتب رب الاسره الذي يتقاضاه من الحمايه الاجتماعيه والمعين المتفرغ في الوقت ذاته